في طور تأكيد حضور الشبكات الاجتماعية كمنافس شرس لوسائل الإعلام المتلفزة، بات اليوم موقع تويتر على الإنترنت أحد أهم وأبرز هذه الطرق. فنقل الخبر على الإنترنت بات يصل بشكل أكبر وأسرع انتشارا من أي وسيلة أخرى بسبب توافر الإنترنت والهواتف الذكية بشكل كبير وملحوظ في السعودية. وكيف تم استخدام هذه الوسيلة كطريقة فعالة بين الناس لتجنب الأضرار التي قد تنجم في حال جهل الشخص حال الطرق الذي يسير فيه؟ المزيد في هذا التقرير. ابن بطوطة جدة هو اسم عبد العزيز الشعلان، صاحب الجولة التفقدية التويترية إن صح التعبير، وذلك لمدينة جدة للاطلاع على ما حدث فيها من جراء هطول الأمطار والأضرار الحاصلة هناك. الفكرة تبلورت في رأسه عندما شاهد تحديثات مستخدمي تويتر على الشبكة العنكبوتية وهم يقومون برفع صور وأفلام من منازلهم، ما شكل لديه فضولا، خصوصا أن الصور كانت غير كفيلة بإظهار أثار الأمطار. جدرين هاشتاغ بات وقتها من أكثر الكلمات تصاعداً واستخداماً في تويتر. أما موقع hashalbum.com فقد وثق كل الأحداث المصورة في مجلد صور اشتق عنوانه من كلمة جدرين أو أمطار جدة المستعملة في تويتر. تفاعل شبكة تويتر ومستخدميها مع عبد العزيز وزملائه ساعد في التقليل من الأضرار ومعاونة من احتاج إلى المساعدة في ذلك الوقت وإرشادهم لطرق سليمة وقليلة الضرر، وهو ما يعد وسيلة تواصل وتخاطر جديدة فعالة بين أفراد المجتمع. كان معكم سلطان بتاوي، العربية. ولمتابعة هذا الموضوع معنا من جدة عبد العزيز الشعلان، مدون إلكتروني تابع سيول جدة. أهلا بك عبد العزيز. أولا كيف كان امتحانك؟ لا الحمد لله كان ممتاز وعدى على خير. طيب شكرا. أبدأ معك، يعني تسمى بابن بطوطة جدة، من أين جاءت لك هذه الفكرة، فكرة التصوير والتوثيق؟ طبعا في البداية كان يعني زي ما شاهدنا كثير أحداث اللي صارت في جدة مؤخرا، اللي خلاني أسوي هذا العمل شجعني إياه المستخدمين تويتر بشكل كبير، لأن مستخدمين تويتر يقوموا بتحديث البيانات بشكل فوري وتقريبا تفصيلي ودقيق المنطقة كاملة زي منطقة جدة تقريبا، بحيث أن يعني أي مستخدم عن طريق تويتر معرفة الشوارع المغلقة، الشوارع المفتوحة، كمية الضرر، ما هي يعني ما هو العمليات القائمة حاليا على تخطي الحدث. طيب عبد العزيز، خلال أقل من 4 ساعات صورت أكثر يعني من 130 صورة، كيف استطعت أن تتنقل بين المناطق في ظل يعني السيول التي كانت موجودة وصعوبة التنقل أصلا؟ طبعا صحيح، في البداية السبب اللي خلى صعوبة التنقل كمية الأمطار على مدينة جدة، بحكم أن المطر كان يوم جمعة تقريبا ليلة يوم سبت، فكان يعني أغلب الجهات معطلة، حتى الجهات الرسمية ما قدرت أنها تشتغل بشكل فعال. لكن من بداية الصباح طبعا باستخدام سيارة أكيد أنها ساعدتني كثير، وأغلب الصور تم التقاطها يعني على الأقدام. للأسف يعني اضطريت أني أسبح زي ما يقولوا. طيب تفاعل الناس، أخذ الصور، هل لاحظت أي تفاعل يعني للناس أو أي تفاعل حتى بالنسبة للتوعية بعد عرضك لهذه الصور؟ في البداية كان التفاعل، كنت ما أتوقع أن التفاعل حيكون عالي خاصة في تويتر، لكن اكتشفت أن كثير من المستخدمين قاموا بمخاطبتي واخذ البيع يعني دايركشنز من الطرق المتضرره او ايا كان، وهذه ساهمت بشكل كبير يعني تقريبا نقل الناس بسلاسه في نعم. جده. من جده عبد العزيز الشعلان، مدون الكتروني تابع سيول جده، شكرا جزيلا لك.